تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عند وعدي، وهذه مراجعة مستمرة في العطلة إن شاء الله. تابعوا كل الفيديوهات هذه والفيديوهات السابقة حتى تتمكنوا من التحصيل الجيد والفهم الجيد والدخول مستعدين للفروض إن شاء الله. أمامي الآن وضعية إدماجية للمقطع الأول فيما يخص اللغة العربية، وهي شاملة لكل الدروس التي أخذناها. تابعوا معي للأخير، سأشرح لكم بالتفصيل. كما اتفقنا أن اللغة العربية دوما تعتمد على نص وأسئلة للغة وأسئلة للفهم ووضعية إدماجية. إذن عليكم قراءة النص جيدا كما أنصحكم دوما، لأن أغلب الأسئلة تتمحور عليه. إذا فهمت النص ستجيب عن الأسئلة بشكل رائع. نقرأ النص. الصداقة كنز من كنوز الدنيا، إذا امتلكناها نكون قد امتلكنا كل شيء. فالإنسان يميل بفطرته لتكوين الصداقات والأصدقاء بسبب الحاجة الفطرية لوجود صديق له في هذه الحياة. فنرى الأطفال ببراءتهم وفطرتهم، ومنذ اللحظات الأولى من حياتهم يبحثون حولهم عن صديق يحتويهم ويفهمهم ويسليهم ويقاسمهم ألعابهم ونشاطاتهم وأفكارهم وضحكاتهم. فالصداقة هي علاقة بين شخصين أو أكثر، تقوم على الحب والمودة والاحترام. والصديق هو بمثابة الأخ الذي لم تلده أمك، بل ولدته لك الظروف والأيام. وعند اختيارنا للصديق علينا البحث عن شخص يكون وفيا وسندا وعونا وناصحا لنا، لا يبتعد عن وصلنا ولا ينشغل عنا عند الحاجة له. وقد قالوا قديما: اختر الصديق قبل الطريق. وهذا يدل على الأهمية الكبيرة للصديق. الصديق هو شيء أساسي في حياة الأفراد صغارا كانوا أم كبارا. وصديقي هو حافظ سري، ساتر عيبي، ناصح لي، وهو مصدر سعادتي وفرحي. وقد قيل: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. إذن أسئلة الفهم، طبعا أنت في ورقة الأجوبة يجب أن تكون منظما وتكتب بشكل نموذجي. تكتب أجوبة الفهم، تكتب أجوبة الفهم. واحد يقول: اقترح عنوانا المناسبا للنص. تقول: واحد، عنوان النص هو الصداقة أو أهمية الصداقة، الصداقة المهمة. يعني كل هذه العناوين التي تدور في الصداقة مقبولة وصحيحة. كيف عرف الكاتب الصداقة؟ كيف عرفها؟ قال: الصداقة هي علاقة. تكتب هذا الجواب: الصداقة هي علاقة بين شخصين أو أكثر تقوم على الحب والمودة والاحترام. تكتب هذه الجملة هنا. ابحث في النص عن كلمتين مترادفتين وأخرى متضادتين. إذن مثلا لدينا كلمتين مترادفتين، لدينا سعادتي فرحي، هذان مترادفتين، فرحي سعادتي. قال الآن متضادتين، لدينا صغارا كبارا، صغارا كبارا. استخرج من النص مرادف كلمة إنشاء ووظفها في جملة من إنشائك. إنشاء يعني تكوين، الإنشاء هو التكوين، إنشاء صداقات أو تكوين صداقات. إذا جملة من إنشائي سأقول: إنشاء الصداقات أمر مهم. أعرب ما تحته خط في النص. ما هي كلمات الإعراب؟ لدينا الصداقة بدأت بها الجملة، إذا نعربها مبتدأ. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الصداقة
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يميل، يميل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يميل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لدينا الصديقة، اختر ماذا؟ الصديقة. إذا جواب ماذا هو المفعول به؟ الصديقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اختر فعل أمر، فعل الأمر ما عندوش فاعل. إذا الصديقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه هي كلمة الإعراب. قال استخرج من النص جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم، لدينا جمع المؤنث السالم هو الذي ينتهي بالألف والتاء. لدينا الصداقات تنتهي بالألف والتاء، إذن هو جمع مؤنث سالم. الصداقات. خبر، الخبر هو الذي يكون بعد المبتدأ. لدينا هذا مبتدأ معناتها كنز، خبر كنز. جمع تكسير، جمع التكسير هو الذي هو معناه الجمع ولا ينتهي بالألف والتاء ولا بالواو والنون ولا بالياء والنون. لدينا الأصدقاء هو جمع وليس جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. اسم موصول، الأسماء الموصولة هي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، كل هذه. إذا لدينا الذي هو الاسم الموصول. أسند إلى المثنى الجملة التالية. الصديق هو بمثابة المثنى، المثنى معناها اثنان. الصديق هو بمثابة الأخ الذي لم تلده أمك. نقول في المثنى الصديقان. لماذا لم أقل الصديقين؟ لأن الصديق مرفوع في المثنى يلازم يبقى مرفوع، يرفع بالألف هنا. الصديقان هما بمثابة، نقل الأخي، الأخين. لماذا قلت الأخين؟ لأن الأخي هنا مجرورة وهنا يجر بالياء. بمثابة الأخي، الأخين، اللذان، اللذان لم تلدهما أمك. الصديقان هما بمثابة الأخين اللذان لم تلدهما أمك. علل سبب كتابة الهمزة في كلمة أكثر. لماذا كتبت الهمزة على الألف؟ لأنها مبتدأة. كتبت الهمزة على الألف لأنها في بداية الكلمة، لأنها في بداية الكلمة. دوما الألف في بداية الكلمة نكتبها على الألف. إذا بهذا الشكل أكون قد أنهيت هذه الوضعية الإدماجية. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. تابعوا كل الفيديوهات السابقة واللاحقة، فوائدها عظيمة. في أمان الله.